بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. حظام ولمين حفظه الله تعالى وراه يقول: تشمر فأمر الغي في أمرنا أمر، فلم يجتنب نهي ولم ينتهى الأمر. ودينك جمر في الزمان الذي تراه، أصبر على كف بها يقضب الجمر. وصابر ونابل كل من حكم الهوى، وخذ غمرات الهول إنك للغمر. وإن هاب قول الحق زيد فلا تهب، ولا تعص أمر الله إن يعصيه أمر. وإن وافق الحق الهوى منك هدن عني، نبل زود حتى الزيد والتمر. وإن محل الشاهد: وإن هاب قول الحق زيد فلا تهب، ولا تعص أمر الله إن يعصيه أمر. المشكلة في الناس المحاكاة، لولا المحاكاة لما ضاع المجتمع الإسلامي. وإن هاب قول الحق زيد فلا تهب، ولا تعص أمر الله إن يعصيه أمر. محاكاة الحمار هي الحسن. فيكون العالم الذي كان ورعا يجبره الاعتياد اليومي وأولاده ومن حوله من الناس أن يجعل نفسه حفرة من النار، ويعلم أنها حفرة من النار، وهو يعلم أنها. أنا سمعتهم بأذني ورأيتهم بعيني يعتذرون ويقولون أنهم يعلمون أن هذا حرام حرام، يعلمون أنه حرام. وإن هاب قول الحق زيد فلا تهب، هذا صعب. وإن هاب قول الحق زيد فلا تهب صعب، ولكن لا تعصي أمر الله إن يعصيه أمر. كن على أقل احتمال، لا تغير منكرا ولا تقول أي شيء، ولكن لا تدخل نفسك في حفرة من النار حتى لا يبقى من السوء شيء. أنت ما أمرت بمعروف وهبت قول الحق وتركت السواد يضل، وبعد ذلك أدخلت نفسك في حفرة حتى لا يبقى من السوء شيء، هذا صعب. وإن هاب قول الحق لا يقدر أن يقول وإن هاب قول الحق زيد فلا تهب، أقل شيء فلا تعصي أمر الله إن يعصيه أمر. ذهب بنفسك، كما قال باب بن الشيخ سيرية رحمه الله تعالى ونفعنا به: وادعو إلى سبيله وخص بالناس وعم، واذكر إذا ما أعرضوا عليكم أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا. يا رأيت شحا وطاعا وهو متبعا وإعجاب كل رأي برأيه، فعليك بخبيصة نفسك ودع عنك أمام الناس، ولكن لا تندفع بالحرام، فعليك بخبيصة نفسك. خصوصا العالم، خصوصا الرجل من قرأ دينه وتفقه في دين الله تعالى، أقل احتمال لا يكون قدوة للناس في فعل الباطل. وإن هاب قول الحق زيد فلا تهب، ولا تعصي أمر الله إن يعصيه أمر. وإن هاب قول الحق زيد فلا تهب، ولا تعصي أمر الله إن يعصيه أمر. هذا الصعب هو صعب، ولا تعصي أمر الله إن يعصيه أمر. هذا وهذا 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 فعل هذا، والعالم الفلاني فعل كذا، والعالم الفلاني فعل كذا، والعالم الفلاني. فتديك حجج من الجهات الست: فوق وتحت وجنوب وشمال وأمام وخلف، بأن العالم كله عصى الله تعالى وجاهر بالمعصية. ولا تعصي أمر الله يعصيه أمر. هذا هو المكان الذي هي نقطة التفتيش. هو عند الامتحان يكرم المظلوم، هذا هو الامتحان. هو يقول ابن كثير في البداية والنهاية، البداية والنهاية عبارة عن بداية العالم
إلى القرن السابع في زمن ابن كثير. بداية العالم يتكلم عن أحوال آدم ومن بعده، هل يتكلم عن ما يعلمه إلا في بداية العالم ونهايته لا يعلمها إلا رب العالمين، لكن هو يقول البداية والنهاية حسب ما بلغه من التاريخ. يقول في أن الفتنة لا بد أن يمر عليها الناس خصوصا عباد الله الصالحين. قال مر في أيام قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه قتله الخوارج، وجيء برأسه الشريف يطوف به الناس إلى الدنيا مقطوعا دون جسمه الشريف ولسانه الشريف يكرر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسمعون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يكرر دون جثة، لا الجثة الأخرى الشريفة بقيت، ولكن من شدة إهانتهم لهذا الجسم الشريف سلط رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعوا رأسه وصار يجال به على الدور، صار يمشي به الناس إلى الدور. ولسان الشريف يكرر ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لقد امتحنا، هي الفتنة ليست بمعنى هي الامتحان، فتنت الذهب معناها جعلته على النار فصفيته، هذا أصل الفتنة معناها. ولقد فتنا الذين من قبلهم، ما هي فائدة الفتنة؟ فلا يعلمن الله، يعلمن الله علم كشف لا علم علم، الله تعالى عالم بكل شيء، إظهار للكل، فلا يظهرن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، ولا يظهرن الكاذبين، وإلا فالله تعالى عالم بكل، هذا علم يظهر لا علم جديد حسب الله تعالى، أنا ما شيء جديد. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكذلك جعلنا لكم نبيين عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا الخلق فتنة، العالم كله فتنة، يتربص شخصا واحدا مستقيما واحد من الفتنة، لأن الأكثر سيكون ضالين، وما أثر الناس ولو حرصت عليهم، وإن تطع ترى من الأرض يضلك عن سبيل الله يتبعون إلا ظنهم لا خير. كل أيام يهديه الله تعالى بها من يدعو إلى هذا الدين فسوف يعاد إلى الإسلام. الأمة الإسلامية ليس معنى الكبرى، الأمة الإسلامية التي تنصح، لماذا؟ لأنه يخالف العوائد التي جرت عليها الناس يوميا، وهذه العوائد لا يمكن أن يخالفها أي أحد إلا من الله تعالى أعطاه المعرفة، المعرفة. وفي ذلك يقول محمد هذا المؤمن بمباحثه ولن تغير العوائد التي تحكمت بكثرة الأدلة، لأن الاعتياد يضرب اليقين إلا يقين أقول يا العالم. هذا العالم بالله سيقول سيكون على الطريق ولا ورانا كلام العالم. ادعو إلى سبيل ربك بحكمة وعاطفة حسنة، وقل هذه السبيل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإن تطع كرم الأرض يضلك عن سبيل الله يتبعون إلا الظلمون من أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اهتديتم إذا لم يبق إلا نفسك فعليك بنفسك، فعليك بنفسك. حط باب ابن الشخصية يقول آمن أخي واستقم ونهج أحمد التزيد واجتنب السبول لا تغرك أضغاث الحلول، لا خير في دين إلا داخل القرون قد عدم أحدثه من لم يرد رسول بها أنه أصيب من بعد ما قد أنزلت اليوم أكملت لكم وبعد ما صح على الداجر عند داغدركم وادعوا إلى سبيله وخص بالناس وعم وقر إلى ما أعرضوا عليكم وأنفسكم. إذا لم تقدر على تغيير الناس وإذا لم تقدر على تحصيل ولو واحد أو اثنين لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حبل النعم من خير لك من الدنيا وما فيها، لم تقدر على ولو واحد، قل يا أيها الذين أنفسكم لا تقتلوا الله، يا أيها الذين عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا زلتم يا الله يرحمكم من أهل الدنيا، فعليك بخبيصة نفسك ودعك أمام الناس إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل عنده إلى أجل مسمى ما ينفع. هو العالم لا بد له من نهاية والدين لا بد له من نهاية. واحد موريتانيا هنا يتعجب،
قبل 30 سنة، قبل 30 سنة ما كنت تسمع في مسجد من مساجد موريتانيا أذان السدس يقال فيه الله أكبر من حي على الفلاح. ما تسمع أي أحد يقول ذلك مطلقا، لن تسمعها في أطراف موريتانيا كلها. ما يبلغ أحد من الجهل أن يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر في أذان السدس. ما يمكن، لا حاشئ، لا عبد ولا راعي غنم ولا عالم ولا جاهل الآن لا يمكنك أن تسمعها من أحد إلا وهو مجنون. هذا يقال صبح، هل أهل الفجر الصدعة؟ لا، سبحان الله. ومالك رحمه الله تعالى يقول أدركت أهل هذا البلد، يعني المدينة المنورة، أدركت أهل هذا البلد، هذا البلد، هذا البلد يعني المدينة المنورة، من عند ابتداء السدسي أذان في أذان في أذان إلى أن يطلع الفجر. وكل هذه الأذانات الصلاة خير من النوم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجاجة تمتلئ منها، والناس أصواتها رفيعة، الصحابة أصواتهم يعني تسمعها الناس من 10 كيلومتر وأكثر من ذلك. وأنا أدركت ابن عمنا رحمه الله تعالى العالم، من العالم يسمع صوته من أول البارك، هذا 3 كيلو وشيء، 7 كيلو كنا نسمع صوته، 7. عندما تسمع الآن يقال فقط أذن للسدس واحذفوا الصلاة خير من النوم، وعندما يكون الفجر يؤذن واحد والمقرر في المساجد، وكأن الأمة الإسلامية بدأت من جديد. وعليكم بمذهبي السلف الصالح، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يقول مالك أدركت أهل هذا البلد، أين كان الخلفاء الراشدين؟ أخبرونا أين كان الخلفاء الراشدين؟ كانوا في موريتانيا أو كانوا في مصر؟ وقال أدركت أهل هذا البلد. أما نقل أهل هذا البلد أدركت مالك حجة الله مكتوب. أتعلمون أن مالك مكتوب على فخذه حجة الله بأرضه؟ الخبر له عرق مكتوب على فخذه مالك حجة الله، قالها الأخذ في شرح التائية السلوك. هذا نقلتها من مراد أحمد مالك السنة الماضية، قال في شرح حاشية شرح التائية السلوك للإمام الأخضر، قال للشرومي، قال مكتوب على فخذ الإمام مالك مالك حجة الله تعالى. وقال الإمام الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال الإمام الشافعي جعلت مالكا حجة بيني وبين الله. وقال الإمام الشافعي إنما أنا غلام من غلمان مالك. وقال الإمام الكندهلوي الحنفي كما قال الشيخ محمد حبيب الله ابن ميابة في شرحه لتنوير الحوالي، كتاب ألفه ألف وما يزيد عليها من الأبيات في ترشيح موطأ المال من مالك، وأن البخاري ومسلم ليس أرجح منه ولا أصح. قال الإمام الكندهلوي كل المذاهب الأربعة عيان على موطأ مالك، ولولاه ما صفى لهم شيء وما تفقه وما فعلوا. والكتب الستة البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي وأبي داود والنسائي أمها موطأ مالك وأصلها ومرجعها. يقول مالك أدركت أهل هذا البلد، أهل هذا البلد يفعلون هذا، ويقول موريتانيا هذا ليس سهلا. يقول موريتانيا في القرن 15 من الهجرة يريدون أن يتبعوا السلف، هم أدرى بالسلف، أهم أدرى بالسلف من مالك؟ ومالك هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل شرطا وغرضا بطلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم. وفيه يقول العلماء مالك هذا المكتوب على فقير، يقول العلماء مالك حجة الله على فقير، حجة الله. هذا كلام هذا
الفساد، هذا زمان الفساد، هذا هو الفساد في الأرض. واحد هنا يدخل في مسجد من مساجد موريتانيا ويكون الخطيب يصلي يخطب الجمعة، فيدخل ويصلي ويقول محدث الله أكبر، يصلي النافلة حرام. يريد أن يخالف مذهب مشهور مذهب مالك. واحد في موريتانيا يأتي ويدخل الله أكبر، يريد أن يقبض، يريد أن يأتي بالسنة، يريد أن يشوش على الناس ويقول الذين درسوا كل علم ما لهم خبرة بالحديث، ما لهم خبرة بالحديث. الإمام مالك أين روى القبضة؟ رواه في موطئه مرات، وعندما سئل عنه في المدونة قال لا أعرفه. هذا الكذب أو التناقض؟ هذا الكذب أو التناقض أو الكذب أو البلاد؟ هل الإمام مالك بليد أو نسي الروايات التي وضعها في موطئه وشرح موطئ شرعة محمد حبيب الله بن ميال تنوير الحوالي؟ قال قول الإمام مالك لا أعرفه، لا أعرف أهل هذا البلد، يعني هذا اللي قالوا عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. قال ألف عن ألف عن ألف أحب إلي من واحد أو اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة، وهذا ليس متواترا، وهذا عمل متواتر. وتجعلون أهل المدينة الصحابة والتابعون يتركون شيئا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله تركه بآخر أيامه. وفي هذا يقول النخعي ونظم ذلك الشيخ العلامة محمد حفظه الله بن ميال في تنوير الحوالي، فقال والنخعي قال الصحابة إذا توضؤوا للكوع فرضا يحتذى مع قراءة إلى المرافق تبعتهم ولست بالمنافق بل اتباعهم لما هو الحق وما به النسو أخيرا اتسم. قال النخعي قال إذا قرأت قول الله تعالى وهو تابع إمام مجتهد فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أنا أقرأ إلى المرافق ورأيت الصحابة يغسلونها برضا ليس سنة إلى الكوعين تركت ذلك ولست بالمنافق، لست تارك قول الله تعالى لأنهم أدرى بما هو بالأولى بفهم كتاب الله تعالى وسنة وما يدرون ما تقرر من النسخ، فقد لا أطلع على نص في ذلك ولكن لا أتهمهم لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتتهمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتتهمون الإمام مالك وهو حجة الله تعالى وهو إمام المدينة وأنتم أغبياء من موريتانيا؟ ما جاءكم الصحابي ولا تابعي وجيلكم كله جيلا بعد جيل بعد جيل يعملون بهذا؟ فما يأتي منكم شباب الآن امتلأوا من تمر السعودية وتمر الخليج وموظفوا في الإمارات وعطيت لهم 3000 ريال، فجاء الواحد يضرب صدره يريد أن يصدعه لعله يتألم من ضربة الصدر من ضربة القبض ويرفع يديه 50 مرة في الركوع والسجود، وعندما يكون المسجد يقول آمين. هذا كلام، هذا يقال الغباوة، هذا يقال الغباوة. أنت ما تعلم من السنة إلا آمين ورفع اليدين والقبض، لا تعرفه الواجبة. إذا سألناهم جميعا كلهم 99 منهم ونقول لهم ما هو مبطلات الصلاة لا يعلمون، ولو سألناهم جميعا وقلنا لهم ما هي واجبات الغسل ما فهموها، ولو سألناهم جميعا وقلنا لهم ما هو الذي يجب بحق الله تعالى، يجب لله الوجود وحدة الذات ووصفه والفعال، أقول هذا ما سمعنا بآبائنا الأولين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. هذا ليس مذهب السلف الصالح، هذا ابن عاشر وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعرف هذا الحديث. هذا صحيح. هذا سبحانك، اسمعوا سبحانك هذا المنهج، سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. سبحانك هذا المنهج، هذا المنهج عندكم، هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله العليم الحكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
أي فاحشة أن يسلط ضعاف المسلمين على تعليم العلم وعلى الإنكار على أجيالهم القديمة وعلماء القديمة الذين علماء أو القدماء الذين أسسوا لكم الدين، ويقول فيهم المختار بن بونة قد اتخذنا ظهور الإسلام مدرسة عليها نبين دين الله تبيانا. وفيها يقول الشيخ محمد المامي رحمه الله جميعا نفعنا به، إن لم يكن شقيق فيه زمزم فلهم في العلم أصل أقدم. وفيهم يقول ويقول من يقول، وهذا شيء معروف، هذا شيء لا يكره عالم ولا جاهل. أستاذ التاريخ، اسألوا التاريخ الإسلامي، أنتم فخركم كله في قدمائكم، هم ما كتبوا العلوم، هم حفظوا دواوين المصريين، وحفظوا دواوين الدمشقيين، وحفظوا دواوين الأندلسيين، وحفظوا دواوين الحجاز أولا، وحفظوا جميع المتون التي درسها وألفها الأقدمون. هذا ابن مالك أين ألف؟ ألف في دمشق، صاحبه محمد بن مالك الأندلسي أصلا الدمشقي، داره بها توفي في القرن السابع. هذا ابن مالك وليحفظه كاملكم. هذا خليل، من درسه؟ من ألفه؟ مصري، خليل بن إسحاق المالكي اختصار ابن الحاجب، وابن الحاجب اختصار المدونة. من يحفظه هو الفقهاء موريتانيا، حتى المصريون اسألوهم الآن هل فيهم واحد يحفظه؟ حتى المصريون. إضاءة الدجنة اللي يحفظها أكابركم أين ألفت؟ ألفت في جامع الأزهر. من ألفها؟ البقري المغربي الأشعري المالكي في القرن التاسع عندما أنهى حجه ومر بجامع الأزهر وهو قبلة العلم في ذلك الوقت من قبل 500 عام الآن تقريبا. هذا ولما انحنت القاهرة بعد الوصول لبقاع القاهرة منتبذا عن مظهر المغوري مسترشدا بالأزهر المعموري، وكان ممن مزكي النية درسي بعقائد السنية، فرام مني بعض أهل الفن نومي لها بحكم حسن الظن، ولست لله انتحابي أهلي لأنني لخطأ وجهل. فزاد حثته علي ونما وقال لي اجعل مثل مغنما العلم غير عافي بالأزهر المعمور. ايش ما قال شراح الإضاءون المعمور في ذلك الوقت، تعلمون المعمور بذلك بالذكر والقرآن والعلوم، فقالوا ما يحتاج أحد 24 ساعة إلى منبه به، لا يمكن أحد ينام في جامع الأزهر بذلك الوقت ويحتاج إلى منبه، لأنه ما تمر عليه ثانويا إلا حلقة من التعليم العلمي أو حلقة من قراءة القرآن أو ذكر الله تعالى 24 ساعة. هذا يقول النابغة في شرحه لإضاءة الدجنة. وتعلمون من هو النابغة؟ نابغة القلاوي، هذا السلفكم والذي هو فخر العالم الإسلامي. النابغة القلاوي البكري من أين ذهب؟ ذهب من الحوض الشرقي إلى غرب موريتانيا، يسأل عن رجل عندما يريد أن يدرس عليه يقول له مشي اقرأ ما تريد، اقرأ ما تريد. وكل ما يمر على محاضر موريتانيا، وموريتانيا في ذلك الوقت مملوءة من العلم، يقول في الشيخ محمد المامي إن لم يكن شقيق فيه زمزم فلهم في العلم أصل أقدم. عندما يأتي إلى الشيخ يقول له ماذا تريد أن تدرس؟ ما هو الفن تريد أن تدرس؟ يخرج من الحي إلى أن وصل إلى أبناء الأحمد العاقل، فقال له الشيخ مش اقرأ، معناها المجال مفتوح. فقال سأقرأ. هذا الشيخ الذي لا يسأل عما يقرأ عليه فالأمر اتضح لي. هذا فخركم، انظروا فخركم. شوفوا محمد محمود بن التلامذ عندما جاء إلى مصر ماذا كان؟ المجيدري ماذا كان؟ سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم فخر الإسلام على الإطلاق ماذا كان؟ ومحمد حبيب الله بن أمية ماذا كان؟ هذا كلهم تبعهم العالم، تبعتهم كوادر الدول الإسلامية التي هي قبلة العلم، مصر والحجاز والعراق، حتى محمد سالم بن عدو لما جاء إلى العراق وكانت هناك اجتمع العالم الإسلامي على الإطلاق لدورة عربية وأرادوا أن يلحنوه بكلمة قالها، فقال هذا غير صحيح،
فقالوا ارجعوا إلى القاموس، فقال لا ينفعكم القاموس، القاموس أحفظه أنا الآن وارجعوا إليه. فخصصوا له غرفة ورجع إليه أكابر اللغة العربية لأجل أن يدرسوا عليه. قال لن يفيدكم القاموس في صدري الآن، وارجعوا إلى مراجعي الآن فإن وجدتموها به فكذبوه. القاموس كله قالوا في حاصلة الآن، أحمله الآن القاموس لن ينفعكم. وعندكم قصة محمد يحيى بن الشيخ الحسين لما جاء إلى الإمارات حسب ما يذكرون، لما جاء هناك إلى الإمارات وكانت هناك المنتدى، كان هناك المنتدى الإسلامي حضره جميع أنحاء العالم حسب ما يقولون، فقالوا له أن يصلي بهم لأنهم أعجبوا بما يسمعون عنه من الحفظ للحديث. وأنا قال لي تلميذه الشيخ محمد العاق بن عبد هنا في هذا المكان الذي أنا أسكنه، قال محمد يحيى بن الشيخ الحسين كان يقول كتابة من الكتب الستة ويقول لي مش هكذا، كما يفعل الصبي للعلم بمده، قل له مش من كتب السنة البخاري ومسلم، مش هكذا أنا أحفظ منه معناه، أنا إن أخطأت فسأقول لك أخطأت. قال لي في هذا المكان قبل سنتين، قال لي الشيخ محمد يحيى بن الشيخ الحسين شيخه بالحديث، قال لي كان يقول لي في أحد الكتب الستة يقول بيدي ويقول مش. عندما جاء إلى الإمارات هم غرب موريتانيا قبل يقول للمكتب المتنقل، عندما جاء إلى الإمارات قدموه للصلاة حسب ما يقولون، فلما قدموه للصلاة ابتدأ الصلاة بالله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كما هو مذهب مالك، لم يستعن ولم يبسمل ولم يسكت، وهذا عندهم شبه ارتداد لجهل، شبه ارتداد لجهل. وعندما ولم يرفع يديه في الركوع ولا في السجود حلوه إليه، ما فعل شيئا غير أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، مشهور مذهب مالك. ونعم الحال، نعم العلم، علم أهل المدينة مركز الوحي، كما كان الإمام مالك يقول يا هذا إذا كان من العراق يقول له إن الوحي نزل هنا ما نزل ببحر الفرات، هذا مهبط الوحي، عليك أن تتنبه لنفسك، لن نترك شيئا إلا إذا ترك، لا يتهم مالك في العلم. المهم قدموه للصلاة وأتى بالمكروهات حسب رأيهم وهو يعمل بمشهور مذهب مالك، لأن الإمام سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم بن مراق السعود يقول من لم يكن مجتهدا فالعمل منه بمعنى النص مما يحضر، الشيخ عمال يحيى ليس مجتهد، ويقول ثم التزام مذهب قد ذكر صحة فقه على من قصر عن مرتبة الاجتهاد. محمد يحيى بن الشيخ حسين ليس مجتهدا، والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيره الجميع منعه حتى يجيء الفاطمي المجدد دين الهدى لأنه مجتهد، لأن سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم لم يحلم في النوم أن يخالف مشهور مذهب مالك، فما بالك بالشيخ أحمد بن حسين، هذا إذا ضرب الإمام ومات المؤذن ما خاف يموت قاع ويبكي، إذا ضرب سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم فعلى شيخ المرابط الحاج وتلميذه الشيخ محمد يحيى بن الشيخ الحسين أن يموت ويبكي، قاع شيء آخر، هذا عالم الخيال. صلى بهم بمشهور مذهب مالك وهم يعضون أصابعهم في وسط الصلاة يكادوا يقطعونها لأنه خالف فعل المكا عندهم، فلما انتهى من الصلاة قالوا ماذا فعلت؟ قال أنا فعلت فقط، أنا مشهور مذهب مالك، أنا طبقت مشهور مذهب مالك. قالوا كنا نسمع أنك رجل محدث، قال أما الأحاديث التي تتكلم عنها فقد حفظتها في السابعة عشر من عمري والسادسة عشر من عمري، ولكن الأمر سهل، لا نريد النقاش معكم والحجج والأدلة، فهو يريد أن يقطعهم بمسألة دون ذلك. فقال المنتدى الإسلامي مكلف ب600 حديث بأسانيدها، وعلى محمد يحيى بن الشيخ الحسين 300 حديث بأسانيدها والباقي عليكم.
انتهى الكلام. 300 حديث بأسانيدها علي أنا الآن، و300 على كان العالم الإسلامي آدم. رب رجل كلب ورب قلب كفر، هم لن يقدروا عليها حتى يفتحوا جميع الكتب، كل واحد يقول عن فلان عن فلان عن ابي هريره رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ حسين تعلمون ماذا سيقول؟ سيقول عن فلان عن فلان عن فلان، وما جاء بكتاب من موريتانيا وما اخذ كتاب من مكتبه الاسلام. والدليل على ذلك ان تلميذه، انت تعرفه محمد الامين سلم بن مصطفى، هذا قاضي ابناء ولاد الامين خالع، قال لي بفمه، وكان يدرس معي مراقي السعود في كيفا قبل 23 سنة لما أتيت بمحاضرة شيخنا المراقي الحاج 25 سنة، قال لي الشيخ محمد يحيى من الشيخ الحسين، قال كان يدرسنا في المعهد العالي ودوراته في جميع العلوم، ما جاء إلى ذلك المعهد بكتاب يوم من أيام الدنيا، وكان هذا الذي يفعله يملي علينا الفقه والتفسير والحديث والمنطقة والبيان والأصول وجميع العلوم، يأخذ من مكان كذا إلى مكان كذا، وعندما يكون من الغد ودوالك يقول انتهينا في مكان كذا وسنبدأ من كذا، فيبدأ إليهم خليلا وشرعه والمراقي وشرعه وغيره، ثم لما ينتقل إلى العطلة السنوية 23 صيفية ربما يمشي إلى تقانت أو إلى شمال موريتانيا أو إلى شرقها، ويرجع لهم ويقول لهم أما الكتاب الفلاني فقد انتهينا في مكان كذا، وأما الدرس الفلاني فقد انتهينا في مكان كذا وسنبدأ بمكان كذا، وهكذا سبحانه. هذا قاله وعندما سألوه تعرف لماذا؟ الرجل مجنون حافظ وفاهم. عندما سألوه عن الهجرة الإسلامية وقد قلتها لكم ماضي، لماذا تؤرخ بمحرم ولا تؤرخ بربيع؟ لأن المحرم متقدم عن ربيع بشهرين. فنظر إلى شيء دقيق جدا، قال حسب الذي أتصوره أن الإعلام في ذلك الوقت وطرق الإيصال بسرعة لا تتوفر لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، هو الذي أرخ التاريخ الإسلامي، فنظر إلى شيء يكون أسهل للمسلمين، وما قرب الشيء، لا قلت أنا من نفسي، ما قرب الشيء يقطع حكمه، لأن محرم قبل ربيع بشهرين فقط، ولكن وقال للإعلام في ذلك الوقت غير موجود، فقال أراد أمير المؤمنين أن ينظر إلى وقت يجتمع فيه الناس في الحجة، لأن الناس يأتون إلى الحج من بلاد شتى، فيريد أن يخبرهم بأن الهجرة الإسلامية تاريخها بدأ من محرم، وينتشرون في البلاد ويخبر الناس بها. ومع هذا لا يخرج عن مشهور مذهب مالك، لأنه كما قلت لكم ماضيا إذا ضرب الإمام خاف المؤذن، إذا ضرب سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، وضرب ابن القاسم، وضرب أشهب، وضرب ابن نافع، وضرب أصبغ، وضرب السحنون الذي كان يدخل في تونس، هي أول جامعة أسست في الإسلام، جامعة تونس الزيتون، هو سحنون كان يدخل السوق ويسد إليه حتى لا يلصق به ما يقال هناك من قيل وقال، حتى لا يحفظه ويرجع به قد حفظ ما قيل في السوق. يكون صبي هنا منا نحن موريتانيا ما زال ما شاء الله تبارك الله، يعني يسدي وينير في العلوم ويخطي، اتقوا الله تعالى واقرأوا ابن عاشر واقرأوا الأخضرية واقرأوا رسالة زيد واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وربنا قال تعالى فاسألوا أي الذين عملوا وعلموا، وهذا الشيخ محمد فعل بن المتال والأخضري الإمام الأخضري، وهو إمام جليل كبير، وكتبه بالمنطق والبلاغة أشهر من أن تحصى، ومقدمته الابتدائية يقول ويقتدي بالعلماء العاملين التابعين لسنة خير المرسلين، لا يدلنا على الرحمن يحرمنا طرق الشيطان، ويقول لا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء، هذا هو المنهج الصحيح. وأما ما عندكم الآن من التطاول والعبادة بالجهل واعتقاد أنكم على سنة الخلفاء الراشدين وأنكم على منهج السلف، لا يمكن مع الجهل أصلا، واحد جاهل لا يمكن أن يقول من أهل السلف ولا من أهل الخلف، هذا من أهل الفساد، لا خلف ولا سلف، هذا لا يمكن أن ينسب نفسه لشيء من المسلمين أصلا، وأنتم عمكم الجهل واللي عندهم منكم قليل
من العلم أو ندر منكم عندهم علم اشترته أصحاب السياسة وأصحاب الأموال بالمال. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت علينا من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا ربي يا ربي أمن لنا ما إذا ارتحلنا وإذا أقمنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين. واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين. واجعلها بين البلاد صولة وحرمة ومنعة ودولة. واجعل من السر المصون عزها. واجعل من السدر الجميل سترها. واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاج من ورائهم. واجعل بنين فضلاء صلحا وعلماء مصحى. وأصلح اللهم حال الأليم ويسر اللهم جمع الشر شملي. وأصلح اللهم حال الأليم ويسر اللهم جمع الشر. وأصلح اللهم حال الأليم ويسر اللهم جمع الشر. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج أمة محمد. اللهم أحفظ أمة محمد. اللهم أغفر أمة محمد. اللهم استر أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فرج أمة محمد. اللهم أحفظ أمة محمد. اللهم أغفر أمة محمد. اللهم استر أمة محمد. اللهم أصلح أمة. اللهم فرج عن أمة محمد. اللهم أحفظ أمة محمد. اللهم أغفر لأمة محمد. اللهم استر أمة محمد. وفقنا الله لما يرضى وما يحب سالكين نهجا أقوما. يا ربي فاعصمنا بعلم وورع من الذي لم يكن الهادي شرع. وفقنا الله لما يرضى وما يحب سالكين نهجا أقوما. يا ربي فاعصمنا بعلم وورع من الذي لم يكن الهادي شرع. وفقنا الله لما يرضى وما يحب سالكين نهجا أقوما. وفقنا الله لما يرضى وما يحب سالكين نهجا أقوما. يا ربي فاعصمنا بعلم وورع من الذي لم يكن الهادي شرع. وفقنا الله لما يرضى وما يحب سالكين نهجا أقوما. يا ربي فاعصمنا بعلم وورع من الذي لم يكن الهادي شرع. سألنا الله عافية تدوم. 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 وعيشا في الحياة كما نروم. وبرأ قلوبنا وشفى جسوم. إذا مريض القلوب أو الجسوم. ونيل سعادة في الدار الأخرى يكون لنا النعيم. سألنا الله عافية تدوم. وعيشا في الحياة كما نروم. وبرأ قلوبنا وشفى جسوم. إذا مريض القلوب أو الجسوم. ونيل سعادة في الدار الأخرى يكون لنا النعيم بها المقيم. سألنا الله عافية تدوم. وعيشا في الحياة كما نروم. وبرأ قلوبنا وشفى جسوم. وقد مريض القلوب مع الجسوم. ونيل السعادة في الدار الأخرى يكون لنا النعيم. اللهم صل على محمد النبي وأمه وأزواجه وذريته وبيته وأصحابه وأهله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.